كافان كاتر تقول لكم الحدث بصوت وصورة. المشكل فين تجلى انه السلطات المحليه. انا احمل الكلام ديالي للسيد الوالي ورئيس الجهه اللي خصهم يفكوا المشكل من حدافير ديالو، ماشي خلينا الجمعيات، لان الجمعيه عندها الشق التنظيمي والشق ديال التعايش. ان السيد الوالي ديال مدينه اكادير والعمال ديال المدن الاخرى، كاين مدكله وزاريه اللي كتقول كنا 20 كيلومتر شعاع خص السائقين يتعايشوا. اذا السلطات المحليه تتهرب وكتخلينا حنا في مشكل بين الافراد ديال السائقين، لا ديال انزكان لا ديال اكادير، كلشي الناس بغاو يتعايشوا. اش من طريقه باش غنتعايشوا؟ هما اللي غيتحملوا المسؤوليه ويديروا اللون الموحد لمدينه اكادير او محطه كبيره يتعايشوا فيها الناس. هنا كنحمل المسؤوليه الرئيس الجهه وكنحمل السيد الوالي اللي هما كيتهربوا المسؤوليه وكيخليوا هاد الناس هادو ما كيعملوش بطريقه قانونيه. اما الطريقه القانونيه هي انه اكادير الزام يكون بحال مراكش بحال الدار البيضاء بحال المدن الكبرى، تكون اللون الموحد وواحد السيري ديال الجهه ومحطه كبيره اللي كتلزم التاكسيات الكبار باش ما تكون الفوضى في التاكسيات الصغار والكبار. دابا حنا منين كنضربوا كنولدوا خطاف، كنولدوا النقل المزدوج، كنولدوا واحد الفضيحه ديال النقل السري اللي كيخدم لينا في المجال ديالنا. والنقطة الأخيرة اللي غنخدم بها أنه هاد الناس هادو اللي كيلبسوا الجيليات وكيتحطوا على الطاكسيات، هاد الناس فوضويين وخصنا الإدارة ديال الأمن الوطني تاخذ حق ديالها في هاد الناس هادو اللي كيتيحوا الناس قدام الطاكسي. وعندي واحد الصورة ولكن غادي ندلي البيان ديالي والمسائل ديالي. حنا الحمد لله رجال الأمن دابا في كل مشكل وغادي نتعايشوا، ولكن لا نريد الفوضى. حنا ضد الفوضى وبينا نحدوا القطاع ديالنا. وناضوا جابوا بعض الاخوان، ما هما مهنيين ما هما شوافر، ما هما عطاوهم الجيليات وتيوقعوا التعسفات ما بين شهرزاد وقدام السوق التلات واموغاي ولا بيرغولا وسط الشاره، تيجي تيركب موتور تيحتيح لك قدام تيقول لك لا ضربتيني. هذه ماشي الضربه ديال لاكسيدون، هذه تتسمى هذاك خدام مع الناس ديال انزكان تيشد الطاكسيات ديال اكادير. خصنا نعرفوا حنا واش هاد العماله ديال انزكان هي تابعه لولايه اكادير ولا تابعه لولايه العيون وقلميم واقا والزاق، جميع المناطق المجاوره في المغرب. والمواطن الا جيتوا في الصباح بكري تتشوفوا المواطن في مدينه انزكان في لابلاص ديال انزكان واقف وما لقاش ما يركب. وحنا تنطيحوا في الا دخلنا لنزكان هزينا بلاصه تيشدوا علينا عدد من الدراري كاينين معنا هنا قلعوا لهم بيرميات ديالهم، وكاينين الدراري مشاو لهم الكرايم ديالهم. علاش؟ واش حنا ديال اكادير غنخدموا مع نزكان ولا ندخلوا العيون ونحيدوا بحالتنا؟ وقرار عملي علينا وعليهم. المكان فاش كاين قرار عملي راه تنحترموه، هو عندهم قرار عملي ما بين المحطه وشهرزاد. ما تشيره راه تشيره عندها بلديه ديالها بوحدها، وانزكان عندها بلديه ديالها بوحدها. شنو هي المطالب ديالكم حاليا؟ المطالب ديالنا وهو تحيد هاد العصا اللي كاينه، هاد التعسفات اللي كاينه بين السائقين يتحيدوا، تحيد. والبيرميات اللي تيتحيدوا للدراري راه هاد الشيء عيب وعار، عيب وعار. يخرج المواطن يوقف فوق الشارع ويوقف في المحطه وما يلقاش ما يركب. السائقين كيخلطوا، والسائق هو اللي تيضحي بالنهار ديالو، النهار ديالو من الجهه لا روسيت ومازوت وما يدي لولادو. واش حنا نخرجوا الخدامين كسائقين ويجريوا علينا في شهرزاد قدام السوق في البيرغولا فيما مشيتي في اكادير؟ اي تملل، اي تملل المحيط ديالها كلها حاطين فيها العصا والبوليس. أزرو التمسيه المحيط ديال اي تملل كلشي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.